هذه الدورة الأولى لهذه الآلية الفريدة من نوعها المكلفة بالتخطيط بالتقييم وبمتابعة تطورات شراكتنا الاستراتيجية. إذن هي شراكة استراتيجية تتعمق تتوسع تشمل كافة القطاعات الحيوية ويدفعها طموح المشروع يجعلها هذا الطموح المشروع يجعل الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وتركيا تفتح لنفسها على الدوام آفاقا جديدة آفاقا واعدة. أجد نفسي في اتفاق مع أخي مولد على ما ذهب إليه عند وصفه لنتائج هذه الدورة، وهي الدورة الأولى لهذه الآلية المتميزة، وأعتقد أنها فعلا أنجزت ما كان مطلوبا منها. وكما بطبيعة الحال قررنا مواصلة تشاورنا حول كل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك مثل ما ذكر زميلي، ليبيا الشقيقة، ومع قناعتنا ودعمنا للحل الليبي لهذا المشكل العويص، ودعم الجزائر وتركيا لحل الانتخابات الديمقراطية الشفافة التي من شأنها أن تسمح للشعب الليبي الشقيق من ممارسة حقه في تقرير مستقبله بكل استقلال وبكل حرية. كما أيدنا بطبيعة الحال المبادرات الطرفين الجزائرية والتركية لدعم التعاون مع الشعوب ودول القارة الإفريقية.